سريرك اكتشف شكل حياتك الزوجية وكيف يشعر شريكك تجاهك. قد تستغرب أن التقارب ليس بالضرورة دليلاً لعلاقة نفسية مرتاحة، فالشريك الذي يطارد الآخر خلال النوم ليصبح الأمر أشبه بلعبة القط والفار، هذا دليل على افتقاده لشعور الحماية والأمان. والغريب أن عناق الزوجة لزوجها من ظهره لحظة النوم دليل على غيرة شديدة وانعدام الثقة. أما الاستلقاء العادي الذي يقرب الزوجين من بعضهما بشكل عادي هو أساس الشعور بالتقارب والحماية والأمان. ومن الدلالات الغريبة أيضاً أنك أو أنك إذا كنتما تنامان وكل منكما يعطي ظهره للآخر على مسافة قريبة فإن الحياة الزوجية تكون قوية ولا تدل أبداً على خلاف. أما النوم وجهاً لوجه هو الأفضل لأنه يدل على علاقة متوازنة وصحية دون قيود، والنوم على كتف الآخر دليل على اعتماده واتكاله عليه. وفي النهاية لعل الأفضل أن ينام كل شخص على الجنب اللي بريحه دون قيد يحدد العلاقة ويجعل للأرق طريقاً سهلاً لدى الاثنين.